يعطيكم العافية طلابي وطالباتي الأعزاء من الصف السادس، معكم المعلمة فادية أبو فرحة من مدارس الجنان الدولية. اليوم إن شاء الله راح نكمل الحديث في درسنا الخلافة الراشدة. في لقائنا السابق تحدثنا عن الخلفاء الراشدين الأربعة: أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، وفترة الخلافة بالتاريخ الهجري ومدة خلافة كل منهم. وتحدثنا أيضا عن بعض التحديات التي واجهت أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان من أهم هذه التحديات هي حروب الردة، حيث واجه فيها القبائل العربية التي ارتدت عن الإسلام بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. اليوم إن شاء الله رح نتحدث عن بعض إنجازات الخلفاء الراشدين، حيث حقق الخلفاء الراشدون إنجازات مهمة في الجوانب الدينية والعسكرية والإدارية والمدنية. وكان من أهم هذه الإنجازات جمع القرآن الكريم التي حدثت في عهد الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، حين أمر زيد بن ثابت وهو أحد كتاب الوحي بجمع القرآن الكريم. أما الإنجاز الثاني وكان الاهتمام بالجيش. كان الخليفة هو القائد العام للجيش، وهو الذي يعين القادة العسكريين، وأنشأ الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ديوان الجند. المقصود بديوان الجند هو سجل يدون فيه أسماء الجند ومقدار رواتبهم. وأيضا أنشأ الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ديوان الخراج، الذي كان مهمته جباية الضرائب من الأراضي التي بقيت بأيدي أصحابها في البلاد المفتوحة، وكانت تؤخذ من هذه الضرائب رواتب للجند. وفي عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه بني الأسطول البحري الإسلامي. أما الإنجاز الثالث فكان بناء المدن، حيث بنى المسلمون عددا من المدن في البلاد التي فتحوها، وكان من أهم هذه المدن مدينة البصرة، حيث بنيت بأمر من الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عام 16 هجري في العراق، وقيم فيها مسجد ودار للإمارة وسوق، وحولها أحياء خاصة بالقبائل. والمدينة الثانية هي مدينة الكوفة، حيث بنيت في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عام 17 هجري، وكانت تقع غرب نهر الفرات بالقرب من الحيرة في العراق. ومدينة الفسطاط وضع أساسها عمرو بن العاص رضي الله عنه عام 22 هجري في مصر، أي في زمن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومن الإنجازات أيضا العسكرية هي التقسيمات الإدارية، حيث قسمت الدولة العربية الإسلامية إلى ولايات عديدة، يتولى إدارة كل منها والي ينوب عن الخليفة في ولايته، وكان يساعد هذا الوالي في إدارته عدد من كبار الصحابة. ومن مهامه: 1- إمامة المسلمين في الصلاة، 2- رعاية شؤون المواطنين ومصالحهم، 3- الفصل في الخصومات. وكان من أهم ولايات الدولة الإسلامية في عصر الخلافة الراشدة هي البصرة، الكوفة، مصر والشام. وكانت هذه التقسيمات الإدارية تسهل على الخليفة إدارة الدولة، وأيضا تسهل عليه الإشراف على الولاة وأن يراقب أعمالهم ويختار الصالح منهم. وفي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه تم تعيين القضاة في الولايات، وكانت مهمة القضاة فض المشكلات بين الناس طبقا لأحكام القرآن والسنة النبوية، وكان يشترط في هذا القاضي أن يكون واسع العلم، تقيا وعادلا. هيك بيكون أنهينا إن شاء الله أهم الإنجازات اللي أحدثها الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. ننتقل إلى حل الأسئلة. السؤال الأول: أضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة فيما يأتي. من الصحابي الذي اختلف موقفه عن بقية الصحابة بعد سماع نبأ وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ بالتأكيد هو الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، حيث كان موقفه ثابتا ومغايرا لبقية الصحابة. 2- ما أول أمر اهتم به المسلمين بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الأمر هو الخلافة لحماية الدين والدولة الإسلامية. 3- أي الفقرات الآتية تمثل الترتيب الصحيح للخلفاء الراشدين حسب توليهم الخلافة؟ بالتأكيد الإجابة دال: أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب. ما السبب الرئيسي لبناء المدن الإسلامية خارج شبه الجزيرة العربية أثناء الخلافة الراشدة؟ الإجابة دال: اتخاذها مقرا لبعض الفرق الإسلامية. في عهد أي خليفة راشدي أنشئ ديوان الجند؟ بالتأكيد في عهد
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنشئت الدواوين ومنها ديوان الجند وديوان الخراج. السؤال الثاني، أضع رقم العبارة الواردة في العمود الأول أمام ما يناسبه من معنى في العبارة في العمود الثاني. واحد، من الذي عمل بالتقويم الهجري؟ أي من الخلفاء الراشدين الذي عمل بالتقويم الهجري؟ عمر بن الخطاب هو الذي عمل بالتقويم الهجري. إذن هون بنحط رقم 2. 2، بناء أول أسطول إسلامي. في عهد أي خليفة بني أول أسطول إسلامي؟ في عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه. إذن بنحط هون رقم 3. تنظيم الشرطة، نحط هون رقم 4 لأنها كانت في عهد علي بن أبي طالب. وآخر إشي، إنجاز جمع القرآن الكريم حدث في عهد الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، نحط رقم 1. وضح المقصود بكل ما يلي. الخلافة المقصود هنا يعني تعريف الخلافة. الخلافة هي حكم تم استحداثه لخلافة النبي صلى الله عليه وسلم في حماية الدين وتدبير شؤون الرعية، والإجابة موجودة في صفحة 53. أما حروب الردة فهي سلسلة من الحملات العسكرية التي وجهها أبو بكر الصديق لمواجهة القبائل العربية التي ارتدت عن الإسلام بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. الإجابة موجودة في صفحة 55. السؤال الرابع، أذكر التحديات التي واجهت الخليفة أبو بكر الصديق. من أهم التحديات التي واجهت أبو بكر الصديق هي ارتداد بعض القبائل العربية عن الإسلام بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، ومحاولتهم للانفلات عن الحكم والعودة للحكم القبلي، وهو في الإجابة في صفحة 55. السؤال الخامس، وضح أهمية التقسيمات الإدارية في الدولة الإسلامية زمن الخلفاء الراشدين. نعم، كانت لها أهمية في تسهيل إدارة شؤون الدولة والإشراف على الولاة ومراقبة أعمالهم. الإجابة موجودة في صفحة 57. والسؤال الأخير، أقيم موقف أبو بكر الصديق رضي الله عنه من المرتدين، والإجابة موجودة في صفحة 57. كان موقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه من المرتدين حازما، وكلف 11 فرقة من الجيش للقضاء على المرتدين. بهيك أعزائي طلاب الصف السادس بنكون أنهينا درس الثالث وهي الخلافة الراشدة، وإن شاء الله أنا جاهزة لأي سؤال تسألوه، وإن شاء الله تكونوا بخير ونلتقي قريبا إن شاء الله.